قهوة على نار هادية جدا بمية فاترة أو ساقعة، ويستحسن مية فيها تلج، وشوف بقى الوش، شوف ارتفاع الوش فوق سطح الكنكة، خاصية التوتر السطحي، كوباية شاي عشان قبل القهوة عشان تضع لك كافيين سنة. قهوة هو تقنيا المفروض ان ما تسيبش القهوة لحد وش القهوة، يعني لما تعمل فنجال ما تخليش وش القهوة المية بتاعت القهوة، يعني انت بتحط معلقتين بن مثلا على كنكة، ما تخليش المية لحد الحافة، قبل الحافة بشوية، عشان كل الطلوع ده يبقى جوه المكان شايف الجمال. ايوه احنا ابتدينا كده، كده ابتدينا كده، ابتدت القهوة تستوي، ابتدت القهوة ايه بقى تظبط الأداء. بس شوف ما شاء الله ارتفاع الوش ازاي، ايه الجمال، قهوة عظيمة. شوف بقى 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 بص بقى بقى غرقان. تصلبت الوش دي وارتفاعها، بص انا مش عايز اوريك ارتفاع القهوة، خاصية التوتر السطحي مرتفع حوالين المكان. اوه ابتدت بقى تظبط. ايوه البن ده هو بن عبد المعبود فاتح سادة، عشان تستلذ بالطعم اللذيذ. وهوريك الوش طبعا. ايه في ناس تقول لك قلب وما قلبش والكلام ده، انت اصلا بتقلب بعد ما تحط معلقتين البن على الميه، بتبتدي تقلب، تعرف بقى مقدار حجمك تمام، ومش بتظبط كل شويه تقلب، يعني هي مش قصه حلو حته ان انت بقى تقوم دلق القهوه واخد الوش وبعد كده حاططها عشان تعمل، فيش الكلام ده بقى، انا مش فاضيين للقصص دي اهو. مالك تنزل الناحيه التانيه، بس برضه بص ارتفاع الوش العبقري. شوف يابا، هتقولي عدم انتظام السطح في الحاجه، هقولك عشان اكيد مش العين مظبوطه ولا اكيد الكنكه مظبوطه مليون في الميه، فده اللي بيسبب انبعجاج في السطح دي. لو سطحها مستوى 100% والنار منتظمه عليها بنسبه 100% هتلاقي كله ارتفع في نفس الوقت. نبتدي نصب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقفل طبعا ايه النار عشان هي خلاص كده جابت اخرها. بص بقى بص 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 الجمال، بص الجمال، بص الجمال، بص الجمال. القهوة تفاصيل دقيقة جدا، ده الوش اللي احنا كلنا بنحبه. السوريين بقى بيقلبوا الوش، دول ما بيحبوش يشربوا قهوة بوش، والأتراك وشهم صغير قوي، والإيطاليين قهوة التركي بالنسبة لهم غير معروفة، كابتشينو واللاتيه والنسكافيه والكلام ده والأمريكان والحاجات دي. منتهى الهدوء بقى، منتهى الهدوء عشان الصب يبقى مظبوط. بسم الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الكلاكيع بقى، بص الكلاكيع بقى، اوب 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 اوب، عشان انا كنت بصور فانا مش شايف، هتبقى من كل حته الوش اللي كان عمال ينزل ده. يلا مش مشكله، معالي الباشا قهوتك. بس القهوه عامله ازاي؟ بص الجمال بقى، حد كان عامل لي قهوه امبارح بصراحه وما كانش فيها وش اصلا، عامله قلب كبير، طبعا قلب صغير على الاقل، انما قلب كبير. خلي بالك يعني في حبه وش وقعوا فين؟ وقعوا ورا كوبايه قهوه على 100.